مشاهدي شوف تي في، مساء النور عليكم. هذه الامسيه نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير، الله يحفظنا من هذا الوباء هذا البلاء. اليوم بغينا نناقشوا واحد الموضوع اللي مهم جدا، يعني موضوع اللي رجعنا كنشوفوه في السوشيال ميديا، في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على منصة اليوتيوب. الموضوع ديال غادي نقدر نقول على تشجيع المحتوى يعني الغير اللائق الفاشل بهذا المعنى. هذا يعني لاحظنا انه يعني مجموعه نتاع الناس ولات كدير مثلا روتيني اليومي كما كتعرفوا، فيديوهات يعني تخربيق في التخربيق بهذا المعنى. هذا يعني ما كانش شي محتوى اللي غادي يستافدوا منه الناس. مثلا كتلقى الناس اللي كتدير دي فورماسيون، الناس اللي كتقدر دير قصص، الناس اللي دير برامج، اللي عندهم واحد المحتوى، واحد الكونسيبت اللي زوين بزاف. لاحظنا مؤخرا هاد الناس نتاع روتيني اليومي، يعني اللي رجعوا انهم يجلبوا المشاهدين بواحد المشاهد اللي مخله للحياه. يعني روتيني اليومي كتلقى البنت كتصور راسها لابسه واحد الملابس اللي مثيره، هذيك الملابس كما كنقولوا حنايا اللي كتجبد الانظار تاع الجمهور. يعني راها في الكوزينه، راها في الصالون، راها كتسيق، يعني مناظر اللي صراحه بيزار. والمشكل انه كتلقى هاد الناس هادو اللي عندهم هاد المحتوى اللي فاشل، كتلقى عندهم واحد المجموعه ديال المشاهدات اللي غريبه، يعني اللي كما نقولوا حنايا اللي دغيا كيطلعوا التوندونس. يعني صراحه يعني بيزار داكشي بزاف. ملي كتلقى الناس كتخدم، كتوجد لا فيديو، كتوجد المحتوى اللي زوين اللي غادي يلائم الجمهور باش يشجعهم، وفي الاخر كتلقى نتايا الفيديو ضارب 15K 20K، بينما انه هاد الناس هادو كيسجلوا بدي زابليكاسيون اللي كاينين في التليفون، يعني ماشي تاع مونتاج، كيصوروا غير بالتليفون، يعني تخربيق في التخربيق. والناس متبعاهم بزاف، يعني الناس رجعت كتحصد ملايين المشاهدات. يعني نقدروا نقولوا حنايا واحد الدعاره بطريقه غير مباشره، يعني ولاو يتعمدوا. مشكله كاين نساء كبارات، يعني ماشي صغارات، ولا باش انهم كيدخلوا الفلوس. وكنشوفوا شباب مساكين اللي دي يوتيوبرز اللي كيضربوا تمره، كيخدموا، كيديروا محتوى زوين، كيديروا مجموعه ديال الامور، كيجلسوا كيدبروا واحد الموضوع اللي انه غادي يجيب المشاهدات، واللي غادي ينفع المشاهدين، واللي غادي يعني بزاف تاع الحوايج اللي فيهم الافاده. ولكن رجعنا مؤخرا وسبحان الله هاد روتيني اليومي كاين غير في المغرب، كاين غير في المغرب. ما فهمتش انا هاد القضيه، هاد القضيه تاع روتيني اليومي كاينها غير في المغرب، ما كايناش يعني في شي دوله اخرى، ولا يعني حتى رجعنا حنايا يعني الدعارة على منصة اليوتيوب. كنتمنى انه نناقشوا هذا الموضوع بجدية، ونتمنى انه يخرجوا شي قوانين اللي يحاربوا هاد الناس اللي كيديروا هاد المظاهر ديال 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 روتيني اليومي. صراحة اللي صراحة يطيحوا بنا، يطيحوا بالمرأة المغربية. يعني الناس ولات متجارة بالاجساد ديالهم، ما خفية ما كان اعظم. قدر يكون حتى كيتواصلوا مع ناس اللي كيديروا معهم دعارة، ولا ما تقدروش تعرفوا يعني شنو كاين. حنايا كان حنا الغيرة ديالنا على المرأة المغربية اللي كانت خلينا نقولوا هاد الهضره هادي، وفريمون يعني هذيك دعارة رقمية بهذا المعنى. هذا يعني دعارة واغراء، يعني اغراء، مش انك وحده كدير واحد لي جاست اللي في شكل واحد الحالات الجنسيه بهذا المعنى. هذا كتلبس واحد الملابس اللي مثيره، كتعمد انها دير شي لقطات اللي كتجبد الجمهور. يعني هذه راه دعاره،
بالنسبه لي انا يوم بالنسبه مجموعه نتاع الناس اللي كيهضروا وكينتقدوا هذا روتيني اليومي. انا ما كرهناش يدخل شي قانون اللي يحاسب هاد الناس هادو، لانه مخل بالحياه، لان الناس عندهم وليداتهم صغار كيدخلوا يتفرجوا في اليوتيوب، يقدروا يخرجوا يبغوا يشوفوا كما نقولوا حنا يشوفوا اغاني تاع الاطفال، يشوفوا قصص، وهذه كيتلاقاو مع هاد الناس. كما قالت واحد الاخت دعارة موثقه وتسيء لنا كمغربيات، يعني الناس كلهم راهم معايا، كنتمنوا انه ان شاء الله يعني يخرج شي قانون يعني اللي ياثر هاد الشيء هذا، وياثر المنصه ديال اليوتيوب، انه هذاك بحال هاد المحتويات يعني خصهم يتحاربوا. يعني اليوتيوب دارت مجموعه ديال القوانين تاع صانع المحتوى، يعني ما تهزش الفيديوهات مثلا فيسبوك تحطهم في 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 في, في, اليو في, في اليوتيوب، يعني منصات اخرين اللي محطوطين في الاخر، اللي مجموعه ديال الامور. كنتمنوا ان شاء الله يعني ما يبقاش هذا الشيء هذا، ونشجعوا حنا كجمهور كمغاربه خاصنا ندخلوا نسينياليو هاد الناس هادو، ما نشجعوهمش ما ندخلوا.